أيام ربنا كلها خير، ويمكن إحنا في شهور برضو كلها خير، ودايما نسعى كده في الشهور اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيتقبل فيها قوي عملنا الصالح، ونفضل ندعي ربنا ونطلع الزكاة والصدقة. وشهر رجب وشعبان ورمضان إن شاء الله يجينا كلنا وإحنا بخير، بنبقى إحنا كلنا بنجري وبنصارع في أعمال الخير عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى. خلونا نشوف جمعية البر والتقوى توصلوا لإيه الفترة اللي فاتت مع الشيخ عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية. شيخ عماد سلام عليكم وأهلا بحضرتك. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. عارفة أن أنتوا كنتوا عاملين مجهود يخص عيد الأم، ولأول مرة أنتوا عاملين حاجة جديدة مختلفة في عيد الأم للأمهات. ربنا هدانا كده ان احنا نحاول نتفنن في فكرة صناعة الخير. المعروف في العادة ان الاحتفالات كلها بتبقى مع الامهات، ما بين تورتة ما بين هدية ما بين حفلة، بتجمع العيلة ممكن مرة واحدة في السنة. احنا قلنا لا، احنا هنعمل الابناء هيعملوا مثلا صدقة جارية لامهاتهم او يشاركوا في صدقة جارية، ونديهم برواز اسمه برواز الخير. يبقى باسم الام معايا. ما شاء الله ده اللي بيتصدق، يعني يتصدق فياخد برواز الخير. المندوب وهو راح يستلم التبرع بيسلمه البرواز، مش بيستنى لما ينفذ، لا بيسلمه البرواز على طول. دي مفاجات كتيره اسعدت امهات كتير بصراحه. كانت المفاجاه الاكبر واحده ابتلاها ربنا بالسرطان، وكانت امها عامله لها بير، فكانت المفاجأة إن زميلتها ده برواز الخير اللي معانا على الشاشة. تمام، ده باسم ياسمين ولا باسم هو ده شكل البرواز يعني. المهم زميلتها لموا من بعض وعملوا لها بير، كانت مفاجأة لأمها، وعملوا لها كمان برواز الخير. فكان شيء جميل جدا إن زميلات يعني مش هم من اللي دمها بيفكروا في ده كمان، هم اللي فكروا، ولدرجة حتى إن هم بيزوروا قبرها برضه. حاجة كويسة، الوفاء حلو برضه طبعا. فاحنا كانت فكرتنا شيء مميز شويه، وصدقوني بيسيب اثر كويس جدا عند الامهات. وحاجه خاصه بقى بالدنيا وبالاخره طبعا في نفس الوقت. فربنا يجزي خير كل من قدم لنفسه او لامه في الدنيا او في حاجه تسعد بها في الاخره. طيب ايه الاعمال بقى الثانيه اللي انتوا بادئين فيها او شغالين فيها الفتره دي؟ قبل ما اقول، عايز اقول برضو لكل الامهات كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وحضرتك طيبة يا أستاذة لمي، وانت بألف خير يا رب، ويا رب يسعدكم زي ما أسعدتوا أولادكم بحسن التربية. وبقول لكل أم فقدت ابنها ما تزعليش، طالما أنت راضية عنه أو عنها هم في الفردوس الأعلى. امبارح كان الحقيقة في ناس كتير جدا، وكان شيء يوجع القلب يعني. انه دايما احنا متعودين انه في عيد الام اللي فقد امه بيبقى اليوم صعب عليه شويه، صعب جدا. امبارح اتفاجئت بناس كتير منزلين صور اولادهم شباب، والموضوع كتير مؤلم جدا بالنسبه لهم. ربنا يرحم الكل يا رب. عايز اقول حاجه للساده المشاهدين، طبعا ما ننساش برضو امهات الشهداء، ولا اقصد شهداء الجيش والشرطه فقط، انما شهداء الامراض الصعبه، سواء سرطان او فشل كلوي او حوادث او حروق او غرق او كده. عايز اقول يا جماعه ان هي دي الدنيا، فقدم لنفسك قبل ما تقف بين ايدين ربنا عز وجل. صحيح، اللي انت هتعمله من خير هيقابلك، واعظم خير ممكن تقدمه قدمه لامك. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيخبرنا بيقول ان ربنا عز وجل يوم القيامه بيقسم فيقول: وعزتي وجلالي لا ارضى حتى ترضي الاب والام، يعني مش هرضى عن ولادكم الا ما انتوا ترضوا. فدي حاجه جميله جدا عايزين ننتبه ليها. احنا الايام دي بقى ان شاء الله بنستعد لشهر رمضان، وفي نفس الوقت بنستعد للايتام. يعني احنا داخلين على شهر اليتيم، جمعه اليتيم طبعا. فاستعداداتنا دلوقتي طبعا لكرتونه رمضان، احنا بنعلن عن 100,000 كرتونه. قلنا الكرتونه بتبدا من 100 جنيه لغايه 1000 جنيه. هو ما فيش كرتونه ب 1000، لكن بيبقى اربع كراتين. الهدف من المؤلف ان انا افطر اسره طول شهر رمضان. يعني الاربع كراتين اللي هم الاربع كراتين دول اللي ب 1000، الواحده ب 250 لان فيهم كيلو لحمه.
معايا؟ كل كرتونة فيها كيلو لحم، يعني الأسرة اللي أنا هتكفل بفطارها طول الشهر هتاكل 4 مرات لحمة. تمام؟ ففي ناس تقول لك لا أنا مش عايز لحوم ولا فراخ، ماشي دي ب100 جنيه لغاية 150 جنيه. اللي هي بيبقى فيها بس اللي هي رز ومكرونة وعدس وزيت وسكر وبيبقى فيها تمر وبيبقى فيها خيرات ربنا يعني. تمام؟ فالمهم ديت ده شكل بيبقى ممكن يفطر 5 افراد لمده اسبوع. دي الكراتين يا شيخ حميد. دي الكرتونه اللي هو جاري تعبئتها شغالين فيها من دلوقتي يعني. في بقى بنستعد لمطبخ البر والتقوى اللي احنا بنعمله، ده اللي كان السنه اللي فاتت في رمضان برضو. احنا بننفذه كل 2 وخميس طول السنه. ثابت الحمد لله في حوالي 7 اماكن. في رمضان بنثبته يومي في ال7 اماكن. الوجبه فيه ب25 جنيه. بيبقى فيها لحمه مطبوخه ويبقى فيها ارز ويبقى فيها خضار. ديت بتروح للاسر المتعففه في بيوتها مع اختارهم قبلها عشان ما يطبخوش او ما يتصرفوش في حاجه. ودي بتجوب محافظات، كل لنا مثلا في دمياط اكتر من مطبخ، لنا في مدينه السلام مطبخ ثابت، لنا في الجيزه مطبخ، لنا في الاقصر مطبخ، لنا في بني سويف مطبخ. تمام؟ ففي بقى وجبه اقل شويه، دي بتبقى جافه، اللي هو بيبقى كيس عصير بيبقى فيه بتهايه بيبقى فيه تمر بيبقى فيه تفاحه بيبقى فيه زجاجه مياه.